من أجل تحقيق التفاهم المتبادل مع الشعوب في إطار التربية والثقافة والعلوم وتشجيع المبادرات الثقافية والعلمية، ومن أجل دراسة الموضوعات المتعلقة بنشاطات المنظمات الدولية والعربية والإسلامية وكذلك الإقليمية والمنظمات التربوية الأخرى، ومن أجل تحقيق الصلات الضرورية مع المجموعات القومية والإقليمية والعالمية ذات الطابع الثقافي والتربوي العلمي. ومن أجل هذا كله رحب العراقيون بانضمام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رسميا إلى فريق تي سي جي التعاون الفني في منظمة اليونسكو في باريس. نتابع هذا الخبر. وزارة التربية العراقية كتبت على صفحتها الرسمية: العراق يحصل على عضوية فريق التعاون الفني لدى اليونسكو في باريس.